سبب عيني من عيونك سببها انت ما غيرك سببها وانا احط ايدي بجوف عيونك عسى العين يكسيها هدبها. العرس العقباوي عبارة عن خليط من أكثر من منطقة. حتى العريس لما كان يتجوز عندنا ما كانت عنده تكليف الفرح هذا لأنها كانت كلياتها فزعة أهل وجيران وأحباب. يلفوا على بيوت العقبة كلياتها يدعوهم للفرح. في العقبة بالتحديد الغداء يسبق ليلة الزفاف. يا رب الفرح لكل عريس واجعل حياته سعيدة يا رب يا رب الفرح.